السلام عليكم. أفادت هيئة البث الصهيونية صباح اليوم السبت بإلقاء القبض على 2 من الفلسطينيين الأسرى الناجين بما في ذلك الزعيم السابق زكريا الزبيدي في شمال الأراضي المحتلة. وقالت ذات الهيئة إن قوة من الجيش الصهيوني ألقت القبض على زكريا الزبيدي ومحمد عريضة في ساحة توقف للشاحنات بمنطقة الشبلي شمالي فلسطين، وجاء ذلك بعد ساعات من القبض على 2 آخرين في مدينة النصر من أصل 6 فلسطينيين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع الصهيوني، ولا يزال البحث مستمر عن 2 من أصل الأسرى الناجين 6 من سجن جلبوع وهما أيهم كممدي ومناضل أنفعات، وذلك بعد القبض على محمود عارضة ويعقوب قادري قرب مدينة النصر أمس الجمعة.